السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم شاركت معكم الشباكيه اللي درنا في الدار عاديه، يعني ديال الدار ديال المنزل. كما كتشوفوا درت كاس العنبه ديال الزنجلان، وانا عندي هنايا كيلو ونص، يعني تقريبا درت كاس ونص. بالنسبه كيلو كدير غير كاس يكون عامر حتى الفم. وعندي هذا، وعندي القرفه، وعندي النافع، وعندي شويه الملحه. المهم النافع كديرو غير معلقه صغيره، وبالنسبه لي انا درت معلقه ونص، والقرفه معلقه كبيره، وبالنسبه للكيلو كدير معلقه صغيره وشويه فيه، وكد شويه الملحه، وشديت الزبده ذوبتها. المهم بدا كنخلط هذا الشيء، هذا كنحرك هاد العناصر مزيان. نسيت ما قلت لكم درت الخماره الخماره ديال الحلويات درتها كامله كلها، حيت انا عندي كيلو ونص. المهم واخا يكون كيلو راه كديرها مرام، يعني الخميره اللي خايبه بالنسبه اللي ماشي تخايبه، غير بالنسبه اللي كتكون يدي ثقيله في الشباك اللي صعيبه، اما اللي كتكون هكا مولفه سميتو واخا دير شويه الخميره صافي. وعندي هنايا الزبده مذابه ذوبتها وخليتها حتى حيدت من الحليب ديالها، هي اهم حاجه في الزبده كتخليها حتى كيحيد داك الحليب ديالها صافي. كنخلط العناصر مزيان، عاد كنزيد ديك الزبده حتى تحربل مزيان اهم حاجه في الشباكيه هو التحربيل، دوك العناصر كيدخلوا في بعضياتهم، هذا هو السر النجاح ديالها صافي. كنبقى هكا كنبقى نحربل فيها كما كتشوفوا غير بشويه، باش كيدخلوا العناصر بعضياتهم، باش ملي كطيب كيجي واحد المذاق زوين، ماشي كيجي كل حاجه ببلاصه، كل حاجه بعيده على بعضياتها، يعني كيجي العناصر داكشي مقطع وصافي. كنبقى نخلطها هكا كما كتشوفوا، نبقى نحربل مزيان، تحربليها مزيان كتعطيها الخاطر اللي كتبغي تحربيه صافي. وكادي نزيد الزبده، درت انا كاس ونص ديال كاس العنبه، وبالنسبه عندك كيلو ديال الطحين كديري غير كاس فانتوما كيف ما كتشوفوا. نخلطها مزيان، كنخلط العناصر ديالي صافي، وكندوزها في هذا قبل ما درتها في الزبده، راني حركت دوزتها في الغربال مزيان، دوزت في الغربال باش كيبقاو هذوك الاخرين كيتحيدوا، داك داكشي القاصح كيتحيد باش ما كيجيناش ملي كتقلى ما كتحرقش، هذا هو السر ديالها صافي. وكنزيد هنايا الماء ديال الزهر، كاس ديال العنبه مخلط مع هذا مع ملون غذائي او الزعفران متوفر عندك في البيت، وبيضه صفر بيضه ماشي بيضه كامله، اي صفر بيضه، حتى درتي بيضه كامله كدير كشكوشه في القلي صافي. كنبقى نخلط هكا انا عيني وميزاني هكا. دابا انا عندي هنا كيلو ونص ديال الطحين، درت هنايا جوج كيسان ديال الزهر صافي. كنبقى نخلط وزدت شويه الماء على حساب الطحين، حيت كل وحده وكيفاش، راه كاين اللي كتكون عندها الطحين كيشرب، كاين الطحين ما كيشربش، على حساب هي ما خصهاش تجي رطبه بزاف، ما خصهاش تجي قاصحه بزاف، تجي معين صافي. كنبقى هكا كنخلط مزيان العناصر ديالي، كندعكها حيت هي خصها تدعك باش كتدخل العناصر بعضياتهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا باش كتجي معلكه وزوينه، هذا هو السر ديالها. كنبقى غادا على هذا الشكل هذا صافي. ولا نزلت هنايا كاس كيف ما قلت لكم، حيت عندي كيلو ونص ديال الطحين عينك وميزان، كنزيد شويه الماء، كاس ديال الماء الزهر، وهذا ملون غذائي وشويه الخل، حيت ما قلت لكم درت جوج معلقات الخل، بالنسبه كيلو كدير غير معلقه صافي. هي خلط العجين ديالي دلكتها مزيان، كتبغي دلك كتعطيها الخاطر كدلكيها مزيان صافي، وكديريها في شي بلاستيكه وتخليها حتى ترتاح شويه صافي. كيف ما كتشوفوا انا درتها في البلاستيكه، خليتها ترتاح واحد 5 دقائق هكاك، ماشي ما كاملهاش، اي 5 دقائق هكاك اي باش كترطب العجين ديالنا صافي. هانتوما كيف ما كتشوفوا شديتها من بعد ما رطابت ليا، درت ورقتها على شكل رغيفه، ومن بعد انا غنقطعها بالموس حيت راه مشاريه المقطع ديال ان كيفاش ورقتها بحال شكل رغيفه، كتبدل لك ديرها كويريات صافي، وكديرها على شكل رغيفه، من بعد كديرها على شكل رغيفه كديرها في البلاستيك كتقطعيها بطروفه باش كتجي ساهله. بالنسبه للطروفه اختياري كل واحد وكيفاش كيدير الطريقه ديالو، انا هاد الطريقه هادي ساهله كنديرها مصوص باش كتجيني في الدلك ساهله، ملي كنطلقها كتجيني ساهله في الدلك. نتوما كيف ما كتشوفوا ها هاد الطريقه هادي ساهله وبسيطه، نتوما كيف ما كتشوفوا ها هي طلقتها وصافي. وكندير هادي الجراره ديالي وكنديرها طويله، هادي كندير لكم طريقه الشباك ساهله ساهله بزاف 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 بزاف
كندير طبقه فوق طبقه، ملي كنقطع مرصوات طوال بعد ما دلكت بزاف دلاك كندير 5 طبقات او 6 طبقات كتجي مشيبكه. نتوما تشوف الطريقه ديال التشباك بلا ما تعذبي، بلا ما تبقى كتشبك هكا شبك هكا بهاد الطريقه كتقطعي بالموس. فانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي الشكيل ديالها زوين. المهم ما تنساوش 5 ديال الطبقات، كل طبقه كنديروا بيناتهم الطحين باش ما تلصقش لينا، باش ما تلصقش العجين. هيا ما تقوش الطحين بزاف باش ما تحرقش. صافي كنديروا هكا ثم كيف ما كتشوفوا كنحلوها من الوسط شويه بالصبع ديالنا او الموس. كنخاف حتى تعجن كديري الموس من افضل حسن من الصبع. صافي كتقطعي الجوانب الزائده بالموس، الا كانت شي حاجه زايده في الجن كتقطعها وتبقاي عليها هكا. الطريقه هذه جاتني سهله وعمليه، يعني دغيا سالينه، راح دغيا سالينه وكتجي مشبكه واعره كيف ما كتشوفوا. صافي كنقطع الجوانب اللي زايدين ها انتما كما كنقليوها. سمحوا لي الكاميرا عندي شويه مع عند بابا ومشى لي المقطع ديال العسل. المهم راه سهله، كتقليها في الزيت يكون سخون وكتنقصي البوطه، ما تكونش البوطه مجهده، كتبقاي هكا على هذا الشكل كتبقاي تدوري وكتحطي. صافي ها هي الطريقه، ها هي الشباكي ديالنا بالصحه والراحه.